الروضة الناحية التانية صح؟ ها؟ الروضة الناحية التانية. أنا أتوضى بس عشان نعرف ندخل جوه. وده معروف باب 22 اللي هنطلع منيه إن شاء الله. ربنا يشفي مرضى المسلمين ويرحم أموات المسلمين يا رب وأمواتنا يا رب ويرزق كل مشتاق يا رب. الدورة هاي نروح نخلص بالمرة كلها دورات تحت بس كلها ننزل تحت بس عايزين نتجمع عشان ننزل كلنا مع بعض. حبيبي يا حاج محمد في ما قالش واحد ما اعرفش انت عايز لك انت البطاريه بتاعتك انت لبس الخارجي ده فاضيه طافيه يا شحن انا 10% والله. حبيبي يا حاج محمد يرزقك يا رب. يا عم هم نايمين ورا في ما يعمل واقف الساعه 3:30 عقبال ما ننزل الحمامات ونخلص الفجر الواجب عشان احنا عاوزين نزور قبل الفجر عشان الزياره بعد الفجر للحريه. احنا هنقعد نص ساعة عايزين نتوضى ونصلي ركعتين. يلا يلا الحمامات احنا عايزين نتجمع عشان نمشي كلنا مع بعض. هلا هيجي هننزل ما هو باقي مين دلوقتي؟ باقي حاتم. ما عشان يعرف احنا فين. باقي مين؟ حاتم وايمن صح؟ حاتم وايمن اللي ورا بس. احنا استنيناهم هنرن عليهم وانزل ونخش من الباب الدور اللي في وشك عشان نملك وقت نعرف نلاقي. حبيبي يا حاج محمد ربنا يصلح حالك يا رب ويرزقك اللي بتتمناه يا رب. ربنا يقومك بالسلامة أحلى أخت في الدنيا. ويحفظك يا لورين يا رب ورزقك يا درش وأسامة والمسلمين جميعا يا رب. ربنا يقومك بالسلامة ويرزقك بأحلى بنوتة في الدنيا قلب أخوك يا رب وما يورنيش في حاجة فيكوا حاجة وحشة أبدا يا رب. يا رب يا أم يا رب. ربنا يرزقك يا حبيبة قلبي باللي تتمنيه يا رب ويرزقك بأحلى بنتها في الدنيا ويخليكوا اليوم ما يرنش فيك حاجة وحشة. تعال نشرب. خليلك سمسم ويرزقه يا رب ويوسع عليه.